بلغاريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير ومساكم يوغي. اليوم طبعا نفس ما انتم شايفين عندنا كيسين حق فوتون هايبر نوفا، ان شاء الله راح نسوي لهم اوبننج وان شاء الله راح تشوفون شنو داخلهم باذن الواحد لحد من ناحيه لمعات، ونتمنى يا رب يطلع لنا اللي هو اللمعه النادره اللي هي الستار لايت. اللمعه هذه وايد قويه بالنسبه لنا، يطلع لنا. خليكم معانا. طبعا الحين نفس ما انتم شايفين جهزنا الاغراض، جهزنا عندنا كيسين نفس ما انتم شايفين 6 6 6 6، فراح نبطل بوكس بوكس، من الشباب راح يساعدوني زين، وراح نشوف شنو اللمعات اللي راح تطلع معانا. وطبعا نفس ما قلنا يا رب ستار لايت، نقول اوبننج ليتس دو ات. نفس ما انتم شايفين هذا اللي هي لمعة السوبر رير. اول سيكرت طبعا سبيل كارد، فنكمل. طبعا نفس ما انتم شايفين هذه لمعة الالترا، تكون الكتابة عليها لمعة والصورة عليها لمعة ايضا. طبعا عشان نحافظ على الكرت لازم شنو، لازم ناخذ سليف من السليفات، طبعا اقوى سليف للامانه بالنسبه لي اللي هو دراجون شيلد. ناخذ سليف ونحط الكرت داخل السليف بحيث ان الكرت لا يحوشه دمج او اي شيء من هذا القبيل، فيكون الكرت معانا وستون. طبعا الناس ما انتم شايفين طلع لي سيكرت، ان شاء الله بنهايه الفيديو راح اوريكم الحصيله اللي طلعت لنا من كيسين من ناحيه سيكرتات او اولترا، ويا رب ستار لايت نفس ما نقول. وطبعا الناس ما انتم شايفين طلعنا السيكرت اللي هو كاشتيرا ارايز هارت، كاشتيرا ارايز هارت هذا السيكرت. طبعا كنا اللي مطلوب باند، كنا ما ندري، بعدين راح نشوف الباند ليست، طبعا راح يصير في فيديوهات حق الباند ليست والاشياء الثانيه. خلني أوريكم بنفس المشوار السيكريتات إلى الآن اللي طلعوا لنا، بس بنهاية الفيديو راح يبينون لكم أكثر. طبعا مجموعة حلوة من السيكريتات، فيهم حق دكات حق مثلا كاشتيرا، وفي أوراق سيكريتات ستيبل، في أوراق سيكريتات اللعب دكات معينة. فنكمل المشوار ورحلة البحث طبعا عن الستار لايت. طبعا نفس ما انتم شايفين كميه البوكسات قام نخلص، عندنا مني انا يعني البوكس قام بطله، في باقي له كم باكه، مني بوكسين 2 4 هذا النص تقريبا،
عندنا اثنين، فكمية البوكسات قامت تقل والستار لايت ما طلع، فالظاهر راح يصير آخر حبة للي تحبه يمكن، ما ندري، فخلكم معانا يا رب يطلع ستار لايت. طبعا نفس ما انتم حاليا شايفين، حاليا بس عندنا بوكس فيه تقريبا 7 باكات وبوكس كامل، وعندنا مني باكتين قام يبطلهم حبيبنا، والى الان ما طلع لنا ستار لايت وانا حيل متحسس، فنقول يا رب انه يطلع، وبخاطري حيل اني اوريكم اياه الستار لايت لان لمعته وايد جباره وايد جباره. طبعا نفس ما انتم شايفين باقي اخر باكتين للاسف، الى الان الستار لايت ما بين معانا، نقول يا رب يا رب، ونفس ما قلنا اخر حبه ان شاء الله راح تكون للي تحبه واللي هي الستار لايت. طبعا نفس ما انتم شايفين حاليا اخر باكن، ونقول بسم الله يا رب ان شاء الله فيها خير. وللاسف ولا ستار لايت طلع لنا، لكن للأمانة طلعت لنا سيكريتات كود قوية، وسيكريتات طبعا تلعب فيهم بأغلب الدكات، عندنا نفس دكات كالشيرة وأيضا دكات معينة، وأيضا في كود سيكريت هم تلعب كدكات حق كل الدكات تعتبر كارت ستيبل. جماعة اللي طلعت لنا من السيكريتات نفس ما قلت لكم في أغلبها تعتبر حق ستيبل، وفي أغلبها راح يكون حق دكات معينة، نفس ما انتم شايفين تريبل تاكتكس هذه راح تكون حق اغلب الدكات فنسميها الستيبل، وعندنا هذه هم حق كشتيرة، ايضا حق دك يسمونه كشتيرة دك خفيف انزين، وعندنا جولد بيرد هذا حق جولد بيرد الدك، وايضا هذا الاكسيز يعتبر ستيبل عندنا مثلا ينحط باغلب الدكات، وكشتيرة ارايز هارد اكيد حق كشتيرة انزين، وعندنا ايضا سيكريت جالكسي فورتون دراجون، وايضا عندنا اخر شيء واللي هو الجولد بيرد ليون، وهذه اغلب السيكريتات اللي طلعوا تقريبا 49 سيكريت، طبعا الكيس الواحد يكون فيه 24 سيكريت، فالريشو معانا طلع معانا سيكريت زايد، فهذا شيء حلو، بس للاسف ما طلع لنا ستار لايت، لان بغيت اوريكم لمعه ستار لايت جدا خطيره، وان شاء الله نشوفكم فيديو جاي اوبننج باك جاي وسلام. Okay.